السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا في الفيديو غادي نتحدث على بعض التفاصيل الجديدة التي تخص مناورات الأسد الإفريقي، وهي أكبر مناورة عسكرية في القارة الإفريقية والتي تجرى كل سنة في المغرب بإشراف مغربي وأمريكي. من بين التفاصيل أو من بين الأخبار الجديدة المستجدات التي ظهرت حول هذه المناورات، في اجتماع جرى يوم أمس في أكادير ما بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي لوضع اللمسات الأخيرة أو لوضع لزيادة بعض الأمور في هذه المناورات، تم رفع عدد الجنود المشاركين في المناورة من 5000 إلى 8000، وهو ما يدل على أن هذه المناورة ستكون يعني نسخة ضخمة جدا ونسخة كبيرة جدا، ولذلك تم رفع عدد الجنود. لكن ما يهمنا في هذه أو في هذا الفيديو على الخصوص هو هذه الجزئية التي تطرقت إليها الموقع الرسمي للجيش الأمريكي، والذي يتحدث عن بعض تفاصيل هذه المناورة أو السيناريو الذي سوف يكون داخل هذه المناورة، والتي سوف يتم إجراء من خلاله تدريب قتالي وتنفيذ عمليات هجومية جوية وبرية وأيضا إنزال بحري واختبار لمنظومات القيادة والسيطرة والأنظمة وما إلى ذلك. فكما تقرأون الآن على الشاشة، هذا منقول من أحد المواقع الجيش الأمريكي الذي يتحدث عن سيناريو هذه المناورة. وطبعا كما تعلمون فإن كل مناورة عسكرية كيكون فيها واحد سيناريو عسكري مفترض يتم من خلاله التدريب عليه وتوجيه الوحدات والقوات نحو تنفيذ هذا السيناريو، من أجل يعني يكون هناك استعداد للتعامل مع أي ظرفية أو أي نوع من الأشكال العدائية عفوا في أرض المعركة. السيناريو الذي تشاهدونه أمامكم هو موجه بالخصوص نحو مرتزقات البوليساريو والقهوة الإقليمية. وبما أن أجزاء من المناورة سوف تكون في الصحراء المغربية وسوف تكون في المحبس، فهذا الموضوع يؤكد على أن المناورة هذه السنة سوف تكون رسالة موجهة نحو أولئك الذين كانوا يتسولون وكانوا يحاولون عرقلة العلاقات المغربية الأمريكية، سواء العسكرية سواء الدبلوماسية، وكانوا يتوسلون أيضا سحب الاعتراف الأمريكي مغربية الصحراء. ولكن ها نحن نرى في ظل عهد الرئيس أو إدارة جو بايدن مسلسل العلاقات الأمريكية المغربية ما زال متواصل، بالرغم من كل الأموال التي صرفت، بالرغم من كل المجهودات التي يعني صرفت من طرف القهوة الإقليمية، إلا أنها لم تحرك شعرة من هذه العلاقات، والتي لهذه السنة نحتفل بمرور 200 سنة على مرورها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية. 200 سنة، يعني لكم أن تتخيلوا هذه الدولة التي ولدت مؤخرا من طرف الاستعمار الفرنسي، وهذه الجماعة المرتزقة التي لم يكن لها وجود أبدا يحاولون عرقلة 200 سنة من التاريخ. على كل نمشيو نضرو على السيناريو لأنني طولت عليكم بزاف. كما تقرؤون فسيناريو المناورة يتحدث عن شن عملية عسكرية كبيرة تضم يعني عدة وحدات وعدة فروع عسكرية ضد جماعة أو ضد تنظيم شبه عسكري. وحينما نتحدث عن تنظيم شبه عسكري يعني نتحدث عن ميليشيات، ويقول يعني الموقع بالحرف هذه الميليشيات مدعومة من دولة، يعني كما تشاهدون قوة شبه عسكرية مدعومة من دولة. وسوف تكون سيناريو هذه المناورة أو سيناريو هذه العملية العسكرية موجه ضد هذه الجماعة. إذن نربط الأمور، المناورات في المحبس ضد يعني جماعة شبه عسكرية، نتحدث عن ميليشيات مدعومة من دولة، ولكم يعني أن تتخيلوا الرسالة التي يريد الأمريكيون ونريد نحن المغاربة أن نوجهها من خلال سيناريو هذه المناورة.
يعني الأمور واضحة ولا تتحتاج لاستنتاجات ولتحليل ولا ما إلى ذلك. هذه المناورة في المحبس سوف تكون موجهة للقهوة الإقليمية ولمرتزقة البوليساريو بشكل عام. يعني ننتظر أن تصدر هناك تفاصيل جديدة حول سيناريو أو حول مستجدات مناورات الأسد الإفريقي، وسوف أكون معكم إن شاء الله في التفاصيل. وإلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.